المصنف تكلم عن الكبر والتكبر كثيرا يعني لأنها صفة مؤثرة جدا يعني في طلب العلم، على طالب العلم أن يبتعد عنها ولا يتعالى. العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن العلم عدو للمتكبر، العلم عدو للمتكبر المختال. رأيتم وجه التشبيه كيف أن السيل إذا أتى المكان العالي لا يجتمع معه بل يزيله ويقلع. وكذلك الكبر إذا كان عند الفتى أو عند طالب العلم فإنه لا يجتمع معه